زعما رمضان اش بزال عليه؟ ناريني على روحي عارف كلنا نقشر في جلبان هذاك فاش طلعت فالح فهو شنو في الشهر اليوم؟ والله العظيم لا عاد صاي اقسم بالله رمضان كربوني هكا كان عملت شيء زين يا زين انا قادر ربي ماشي للجامع باهي ليه من تو الجامع ليه مازال بكري يقعد اقعد وقيت وقيت زعما ما عادش بكري هذاك هو قيت اودي هني مازال بكري مازال بكري ام علل الطقو اللي هبطت عليك ضربه واحد من تو ماشي للجامع النقا تو مش تعثرها مش تعثرها راني ماشي للجامع باش على الاقل نحوز العرس مش نتكى شوي ظهري في حاله راه وزع العرسه ام علل شنو العرسه زاد اقعد اقعد برك العرسه ماهيش هارب لوج على العرس العرسه ماهيش هاربه انت تلحق انت ولا ما سمكش في الجامع هو نهار هو نهار ليش فما زاد يتوحلوا على العرس علاش تواع زوز مصلين الاخر قال له هذه العرسه نتاعيني ظهري نتك عليها والاخر قال له كاتب على هتمك خويا تولد حياتك المجلغه وقمام الخمس يحز وحالتنا حليله الصلاه واخرناها بعد نص ساعه صلينا وين نحدوا ونهدوا فيها وتقولي العرسه ماهيش هاربه هذا كله رجال العرسه هذا كل فصل الجامع اي فصل الجامع يا زاو يا زاو راهي ثم ناس ما يحلالها العرك كان في الجامع تصور ما اللي فات السيف علاش تعاركوا علاش تعاركوا تعاركوا على المرح واحد يقول لاخويا الجامع سخون خد من المروحه والاخر يقول لا اخويا هو علانا تو نستبردوا ولا كل المؤذن ريقة شيع ويودوا حال حليله صدقي الا المؤذن طرف يعلقوا في المروحه وين تحزوا رسول اللطف 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 تبينا قسم الله يا رب الهم في كل بلاصه يا زهو باهي بركه باهي اسمعني نقول لك اسمعني ني راني حاجتي بيك في موضوع مهم وطار موضوع طار ومهم الله يقدر الخير هاي كلمتي فيزا خلينا نمشي نخلط على العرس خلينا نخلط نغلط على الصلاه امشي تكلم بشويه على اعصابك وسع بالك مدي ديك عار معايا في جلبانه مدي ديك اعمل حاج شوف عادك الموضوع المهم والطار تكشير الجلبان هذا خير طالع تو نسيب صلاتي ونسيب العرس ونجي معاك انت نقشر الجلبان لا حلو ولا حتى هذه قلت لهم اسكتوا عاد يا عجبكش اودي خليتني نتكلم انا قلت حاجه قلت لك ني على الجلبان الموضوع الطار مهمه مازال والله شنو هالموضوع بشويه بشويه هبش نقول وسع بالك علاش الاعصاب تيم مازال والله اسمعني يا اخي شهر رمضان اش مازال عليه وقتيه شهر رمضان اش مازال عليه هي علاش ما تساليش مفتي الجمهوريه يا اخي قال لك علي ني مفتي يا سيدي على الاقل المفتي ما شهر رمضان يجي ربي يسهل فيه هذه شدتني عليها الحكايه وقال يا رب ثاني بصلاه ثاني يجي هني يقعد هو ده يقعد يعني ثم زاد يا زاد ايش فيك يا راجل وسع بال رمضان شنو هي مازال علاش مازال ايامات عيدك بيه باهي كي تعرفي انت مازال ايامات علاش تمرجي فيه وتسهلي فيه طول رمضان راهو شهر الرحمه شهر المغفره راهو سعد اللي يربح فيه الاجر حتى مش شواطين فيه تتعلم هي ايش قلت لك اني صحيه ونعم بالله اما شنو اما اما شنو اما ها نقول الشواطين تتعلم وهي تعمل لي مش عاجبك كان شيطانك انت ما تعلقش هي لا هي بيتها لا يا باب ما لازمنا نتحدثوا ونبرمجوا على شهر رمضان شنو عندنا وما عندناش باش نعمل واش باش نعمل عليه بروجرام عليه مجلس الامن القومي هني باش نجتمعوا ايه الحكومة وما اجتمعتش خلي نمشي للجامع خير انت نعرف راه حديثك طوال ما عادش تنجم تمشي وحل السرة حتى الخيط ما تلقاهك مالها هدرة اهرب اهرب ايش هني ايش اقعد اقعد وين في تمشي وين كان التقوى كان الواش شي هابط عليك اسمع نقولك ما يهمنيش فيك نيرة عندي برمجة في رمضان هذايا عندي ما يسمى كالعادة ها نقول اول حاجة عندك الكوجينة نحبها تطبي شنو شنو الكوجينة نحبها تطبي زاو يديك ربي راه وشير يا زاو يا اخي وقتاش بيدناها كوجين عم ناول برك انا بيدناها انت قلت عم ناول برك هي من عم ناول ما تبيضتش يا زري نعاود نبيض شنو هي سيرفاسيال هي لا حلو هذا تيني قبر باباي وما ادراك دهنت بشير ان شاء الله يسامحني يا ربي ان شاء الله يسامحني عواشير قال لي سايب عليك من زهوة راهي لفعة تاع عروس ما تقدهاش الله غالب يا بابا باباك وامك يكرهوني لو على الدين تكوجينا بالسيرفاسير زاد دي الناس تويك اللي عنده فرنك مخبيه تحته يجعلنا ناكل وما نلقوا ما ناكل وما نشرب في رمضان لو جيلي على السرفاسير لا ما يمش فيك نمشي للجامع اقعد هنا وين ماشي وين ها مسكين تلوج كان على خمس سنين ما نقعدش في الكوجينه هكاك بالجيل لازمك تعاود هاني بالسرفاسير ها نقول ما عنديش يا زهو شويه رحمه شويه رحمه يا زهو ديما تعيط ما عنديش رمضان راهو ها شبيك انا قاره بابا بابا رمضان
سمعي جرير. نسمع يا حسرة على الشيء. ايه رمضان جير رمضان شير. ما ماكش قاري انا عارف. راهو رمضان شهر الرحمة. يا اخي رمضان قال لك يا رسول الله ادهني كوجينا بالترفاسير. أيه. رمضان قال لك اعصري راجلك هكا. يا بنتي راهو شهر الرحمة والمغفرة وشهر العبادة يا رسول الله. رمضان هي رمضان قال لك على حفافة ونظافة. الكوجينا نزلها بالترفاسير ودون القاضي يا بابا ما تنساش. هذه شنو هي زاد؟ انا يا ربي من طورك تكركر وتجيب تكركر وتجيب. انا قسمة جيب قسمة رمضان راهو يجيب قسمة. هاو نقول لك بالا هاو نقول لك تاخذ لي شكارس 150 كيلو. شني؟ اشكال 150 كيلو. ليه؟ داخلين على حرب؟ تنظر راهو. يا تقطع من بعد 100 قرب شي تقطع. شي تقطع؟ هذه اخر طلعة زادة. لا مازلنا نسمع. هي حق والسكر. تاخذ لي 50 كيلو سكر. يا بنتي خيبتي لي 50 كيلو. 50 كيلو سكر ليه؟ وش نفرقوا على الجيران؟ مشي تقطع السكر؟ يا تقطع. يا بنتي كل شيء مشي تقطع. يا بنتي رمضان مقسم. كل شيء تاخذ لي منها 50 كيلو. خيبتي ولا شنو؟ ليه 50 كيلو؟ فاش قال 50 كيلو؟ هذه اخر طلعة تو. شري 50 كيلو هي ذاك عليها فرد المر 50 كيلو مالا شني وزيدهم زاد دقتين زيت زيتون ما تنساش يا بابا مش رمضان بركة رمضان وبعد حلو نتاع العيد نسيتها فرد المر انا نحب نشري من تو فرد المر قالك بعد كل شيء فيه دكتور اللي مش شمت بيه ولا معرشينك يا ولدي العيد رمضان والحلو نتاع العيد وصلنا هنيه رمضان وتعدانا وصلنا العيد هنيه على حساب انت هكا رمضان السنيه لازم نجيب لك عاد اسي زي معبيه بالعظام ونزيد نكلم المكتوف يجيب لنا سيتيرنا معبيه بالبن والرايب على التراكتور ونزيد نكلم المكتوف يعمل لنا بانو زليابيه ومخارق ها مش تحب انت وين ماشي هذا كل شبيك معقد ولا بلير داك في كرشك داك في كرشي محسوب انت ناقص سايب عليك ها نقول لك ما يهمنيش فيك انا اتصرف من تو ها نقول لك باهي يا لاله باهي خلي نمشي نطلب ربي تحت العرس تماش ما ينوب علينا بماليه هاك الساعه حتى نبيض لك الكوجينه ونبيض الدار وحتى وشك نزيد نبيض لك باهي شك مش فاين مش فاين مش عاد وين مين صص 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 وين ماشي يا شم زهره زهره يا بنتي حرام راه حرام عليك حرام عليك يا بنتي جار مصر عليه نبيت وهذه اخر طلعه ولا نستقروا على العبيد ناريني على روحي اصبر قص 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 ناريني على روحي ايش بيك يا روحك ايش باهي طلعتي لي روحي اليوم زهرة جارتنا زهرة تهبت في فرجيدين هو فرجيدين هو ايش بيك ما عندك فرجيدين منين منين برا طول دي كانت القلص ناري على روحي واش ني جارت فرجيدين من عند نعهد له بيه انا حتى باب نار كل كي محلول ما حبش يتسك نعرفك انت كتشدي ما تسيبي تسوق توقع جرين بيت تحرم عليك تحرم عليك خافي يا ربي راك داخل على شهر خاف انت يا ربي جيب لي فرجيدير جديد منين جاي نبيع الدبش ليه منين جاي نجيب لك الفرجيدير ناري على روحي زايد تحديت معاك والله زايد والله سعدي تكب سعدي تكب اقسم بالله من اللي هو سعدي واقف العيشه دفله معاك الناس تهبط في الفرجيدير والدنيا ونين نهار كل يعيط عليا كان فقر المزير يا معاك اقسم بالله عشتي مرتين كان انت بالحق والله ليه مرتين لك يا زهر قرنيت انا تشري لي التقديل لي ماشي الشباب على شد العرسه حبستيني على حكايه فارغه كما هكا خذ لي خذ لي شعبي مني شعبي مني شعبي منك لا تقضي لا تجيب لا تهز لا تحط والله العظيم الا سعدي تكب عيشتي عيشتي مراره في جرت حالتي حليله اقسم بالله العظيم ربي خدي ربي عيشة هي عايشينها معاك شباب برا برا فيز شباب فيز سد العرصة سد العرصة هذاك العرصة عيشة مشومة ولا انت معايا تو عيشة حرفة مشومة كل رمضان انت تنكد علي امشي امشي شد العرصة باهي يا زهر من شد العرصة وين العرصة؟ العرصة وين؟ هنا العرصة هنيا وين العرصة؟ حيط هذاك الحيط حيط نتاعك حتى ذاك انا مصر كان عاتي ربي تبيض هاو شو مبيض ما هذه هذه العرصة هاو رمضان هاو الزيت هاو السمين هاو السكر هاو العرصة هاو الجامع هاو